اهلا بحضراتكم في قناه ديكور ورسم، معاكم امير اسعد. النهارده معانا فكره زي ما حضراتكم شايفينها، مفيش حاجه صعبه وكل حاجه ليها طريقه. الطريقه بتاعتها النهارده هتكون سهله جدا وهتوصل لك بطريقه مبسطه جدا. تابع الفيديو للاخر ان شاء الله يعجبكم. اول حاجه بنعمل شكل زي ما حضراتكم شايفين، بنعمل شكل 8 بنفس الطريقة كده. دي هتسهل عليك جدا، بتبقى عرضها 40 سنتي والطول 60 سنتي، يعني بداية الرسمة عرضها 40 وطولها من اول هنا لحد هنا 60 سنتي. وهنبدأ زي ما حضراتكم شايفين كده، هنطلع منها زي فروع بسيطة، وبعد كده هنجيب المتر وهناخد نقطة 10 سنتي، وهنيجي تحت هنا ونقطة 10 سنتي. انا بسهل على حضرتك عشان تعرف ترسمها بطريقة سهلة. وهنبدأ نمشي زي شكل زجزاج كده بنفس الطريقة، وبعد كده هنبدأ نطلع منها كام شكل بنفس الطريقة اللي احنا عملناهم، وبعد كده هنقفل الرسمة زي ما حضراتكم شايفين. انا كده يعتبر بحكم لحضرتك الرسمة وبسهلها عليك، عشان لو انت حتى ما بتعرفش ترسم تقدر تجيبها قريبة من الشكل اللي احنا هنعمله. بعد كده بنبدأ نقفل الرسمة زي ما حضراتكم شايفين بنفس الطريقة كده. كده حكمنا الرسمة، هنبدأ نرسم شكل عصفورة في وقفة، بحيث اللي احنا هنعمل زي شراعة او سحابة تدي عمق و 3D. هنرسم شكل عصفورة بطريقة سهلة برضك زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. اول حاجة بنرسم بق العصفورة ودي بيحكم لنا العصفورة، بعد كده بنكمل نفس الشكل، ننزل على طول بيها وبنعمل الجناح بتاعها زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده بنقفل وبنعمل الرجل بتاعت العصفورة، وبنبدأ نكمل الرجل بتاعت العصفورة زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بنعمل فرعين طالعين من جنب العصفورة زي ما حضراتكم شايفين، وهنا نفس الكلام. طبعا يعني مش شرط زي بعض، ممكن تخلي حاجة أطول من حاجة أو كده. وبكده بنكون خططنا الرسمة بتاعتنا، وهنبدأ نلون الألوان اللي احنا هنشتغل بيها. وبعد كده هنجيب أول حاجة معانا لون سماوي فاتح، بنجيب أبيض ونحط عليه نقطة أزرق، ألوان بلاستيك، وبنبدأ ناخد القلبية اللي حضراتكم شايفينها. خد القلبية بتاعت العصفورة اللي حضراتكم هتشوفوها ديت، عشان دي هتبقى لون بردك سماوي. وبعد كده هنبدأ نغلف الجزء اللي حضراتكم هتشوفوه ده. وبعد كده هنجيب اللون الازرق الفاتح وهنبدأ نظلل السما اللي جوه، هنبدأ من فوق بالغامق. طبعا احنا عاملين الارضية اول لون في السماوي حاجة بعد الابيض على طول، وهنبدأ زي ما حضراتكم شايفين هنبدأ نغمق من فوق. طبعا هننزل على مفيش، وبعد كده هنبدأ نغمق قلبية العصفورة زي ما حضراتكم شايفين كده، هنبدأ نظلل شوية فوق. طبعا احنا نازلين غامق
على تحت، على ما فيش كده، على فاتح. طب نبدأ نرش حاجات بسيطة بس بنديلها روح اللون. بعد كده هنبدأ نشيل التيب اللي احنا عملناه. وهنبدأ نلزق تيب بالعكس الجزء ده، هنداري بقى السما اللي احنا عملناها، والخارجي هنعمله زي ما حضراتكم هتشوفوا. بعد كده هنجيب الاسود الدوكو وهنبدأ نظلل الجزء اللي على الشمال اللي احنا غلفناه، وانا بفضل اغلفه كده بحيث اللي هو ما يطلعش هبو على الرسمة بتاعتي. لكن لو حضرتك عايز تلزق لزق 5 سنتي وتخلي بالك مفيش مشكلة، بس انا بفضل كده عشان الهب وما يبوظش الرسمة. هنبدأ نظلل زي ما حضراتكم هتشوفوا. هنبدأ نجيب أجزاء بالعرض غامقة زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. رش رشة خفيفة وبنبدأ نتقل أسود بالعرض عشوائي. بعد كده بنبدأ نشيل التيب. وبعد كده هنجيب اللون الكافيه الدوكو وهنبدأ نعمل عش قاعد عليه العصفورة زي ما حضراتكم هتشوفوا. نتقل شوية وهنعمل خطوط زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده زي ما حضراتكم شايفين هنبدأ نجيب لون أخضر فاتح وغامق، وهنبدأ بالغامق الأول. هنبدأ نطلع فرع من المكان دوت. ونفس الكلام هنا، الفرع ده يطلع منه فرع تاني بنفس الطريقة. ونبدأ نجيب اللون الأفتح بقى ونبدأ نعمل الورق بنفس الطريقة. والجزء التاني نفس الكلام، حضرتك بتعمل فاتح الأول وبعد كده بنغمق أجزاء بسيطة. ممكن نضيفه ونسيح الألوان على بعض. ولو انت شايف حاجة غمقت منك وعايز تفتحها باللون الفاتح بتعمل جزء، وممكن لو نشفت بإيدك كده بحيث ان انت ممكن ما تعرفش تسيحها بعد ما تنشف، فانت بتعمل كده وبعد كده بايدك بتبدأ، يعني زي ما حضرتك هوريها لك اوضح شوية كده زي ما حضراتكم شايفين بنفس الطريقة كده تبدأ تسيحها بطريقة سهلة. يعني حضرتك بتعمل الجزء اللي عايز تفتحه وبتبدأ بالصباع كده تقدر تسيح اللون بطريقة بسيطة. وهنبدأ بعد كده آخر حاجة معانا، هنبدأ نجيب فرشة صغيرة ولون أسود بلاستيك وهنبدأ نفنش
الجزء دوت، لان الكمبروسر لو كان جابه كان هيبهدل الدنيا. بنبدأ نفنش اللي هي زي الشروخات ديت بنفس الطريقة كده. هنبدأ طبعا نمشي خط على الجزء دوت بحيث ان احنا نفنشه. طبعا بيبقى فيه اجزاء خفيفة واجزاء تقيلة، مش بتفرق. بعدها هنبدأ نفنش العصفورة آخر حاجة معانا زي ما حضراتكم هتشوفوا. طبعا بنسيب هنا مكان العين. وبكده زي ما حضراتكم شايفين نكون خلصنا الفكرة والديكور بتاعنا النهاردة. اتمنى اكون قدرت اوصل لك المعلومة بطريقة مبسطة. لو انت ما بتعرفش ترسم واتفرجت على الفيديو ده اكتر من مرة، اكيد بنسبة كبيرة هتجيب الرسمة ديت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. نشوف حضراتكم على خير الفيديو كله ان شاء الله.